البنات الجميلة اللي بتحب حجابها، عايزاكي تقولي الحمد لله على نعمة الستر، الحمد لله انك ما اخترتيش طريق التكشف والعري والرقص والشيطان زي ملايين البنات اللي اختارت طريق الشر، الحمد لله انك بتمشي في الشارع من غير ما تحملي ذنب حد نظر لمفاتن جسدك وتمعن في اعضائك، الحمد لله انك مش من هواة جذب النظر بالشعر الطويل المتركب ولا بالبروتين اللي فارد شعرك ولا غيره، الحمد لله انك مش من هواة الملابس المكشوفة القصيرة والشفاف، الحمد لله على نعمة حب الحياء، مش الحياء لا حب الحياء، انك بتعملي كده بارادتك، والحياء اللي ملأ قلبك بالايمان اللي دفعك انك تغطي جسمك عن الناس برغبتك وارادتك في الوقت اللي بنات كتير بتتفنن فيه في اظهار مفاتنها في الشوارع وعلى الشاشات، واسألي ربنا عز وجل الثبات على نعمة الستر والحياء والكسوف، لان البنات دي في منهم للأسف اللي كانت قريبة جدا من ربنا وضلت وكشفت شعرها وجسمها عشان تقلد أهل الضلال، ادعي ربنا عز وجل انه يرزق بنات المسلمين النعمة دي، نعمة حب الستر، وانه يهدي أهاليهم اللي سايبينهم بالملابس دي، الملابس اللي ما ترضيش ربنا، لان يوم الحساب اقترب جدا وكل الناس دي ناسيين او متناسيين انهم هيقفوا قدام ربنا وانهم هيموتوا قريبا زي ما اللي سبقوهم ماتوا وهيتحاسبوا، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش جاي بالرسالة عشان يهزر حاشا لله ولا علشان يقول كلام مش هيحصل، لا هيحصل في يوم حساب وفي جنة ونار وفي ثواب وعقاب، وزي ما في رحمة في طرد من الرحمة والعياذ بالله، وفي مغفرة واسعة وفي انتقام شديد، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن عفى عنهم غفر لهم ورحمهم، لأن بجد المناظر اللي في الشوارع وفي السوشيال ميديا دلوقتي بقت تقلق جدا وتحزن، فاحمدي ربنا قوي انك مش كده، وربنا يهديهم جميعا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.